الحقيقة احنا عايشين في غابة. تطلع رواية ان في بنت انتحرت وبعد كم ساعة تكتشف ان البنت تسممت مش انتحرت، ان احنا قدام جريمة قتل المتورط فيها بنت الضابط. اللي حصل في حكاية البنت نيرة صلاح طالبة كلية الطب البيطري في جامعة العريش، الحقيقة حاجة تغم النفس، تخليك ملكش نفس انك تتكلم في اي حاجة ولا تناقش اي حاجة لحد ما توصل للحقيقة فيه وتعرف مين المتورط وتعرف الدولة دي هل هي دولة قانون ولا جمهورية من جمهوريات الموز مش هيتحاسب فيها حد، تعرف ان في قرارات رادعة وقانون وهيتم القاء القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة والمحاكمة وهيكون في عدالة ناجزة فعلا ولا هيكون في اي كلام، حد الضابط هيتدخل مع وكيل النيابة مع القاضي مع الرئيس مع الوزير الولاد هيطلعوا براءة ومش بعيد يسفروهم برا عشان ياخدوا الشهادة بتاعتهم من اي حتة وبعد كم سنة يرجعوا البلد ويا دار ما دخلك شر والناس نسيت اللي حصل. اللي حصل مع نيرة صلاح زي ما قلت هو مؤشر خطر، هو جرس انذار، جامعات مصر يا جماعة في خطر، الجيل ده في خطر، حوادث قتل نيرة صلاح هتتكرر، الوضع فيه خطورة كبيرة جدا، لازم الدولة تتعامل بحزم عشان توصل رسالة ان احنا مش في غابة وان التصرفات دي لن يتم التسامح مع من قام بها هو وابوه او هي وابوها. هل حضرتك كأم لطالب او طالبة في الجامعة هتبقى مطمن على ولادك وهم رايحين جامعة حكومية او خاصة؟ هل ولادكو هيبقوا امنين على انفسهم وهم بيعيشوا مع هؤلاء البشر او هذه العينة من البشر ولاد البشوات والسوبر بشوات؟ لكن عشان نضمن ان الحوادث دي ما تتكررش لازم نشوف قدامنا ان اللي عمل كده بيتحاسب، والحساب ده ما ينفعش بعد 48 ساعة و 72 ساعة لما يطلع ان البنت دي سافرت برا، ساعتها انتوا بتوصلوا رسالة للناس ان البلد دي ما فيهاش امان، لا فيها استقرار ولا فيها امان ولا الجامعات امان على الولاد والبنات ولا المدن الجامعية والسكن الجامعي امان، وبالتالي هنعمل مشكلة في المجتمع، ده بيهدر السلم المجتمعي لمصر. اللي حصل مع البنت نيرة صلاح الله يرحمها وكل اللي هيحصل بعد كده في القضية دي هو بيقول لنا المجتمع ده امن ولا مش امن، المجتمع ده مستقر ولا مش مستقر، الجامعات امان ولا مش امان، انت بتشجع الناس المجرمين اللي زي طه وشروق بنت الضابط ان هم يعملوا كده تاني ولا بترضعهم وبتوقفهم عند حدهم؟ كلها اسئله مهمه جدا. ولو حصل وصحينا بكره ولا بعده على البنت دي سافرت او هربت فاقول على البلد دي خلاص يعني السلام.